اداء. وشوف الكره لما توصل سريع على طول، وبرافو بدر المطوع، وبرافو بشار عبد الله اللي صنع الهدف. تلعب منتخب ماليزي، وهذه خطره. لا لا لا، ما اتفقنا على كذي ابدا. تعادل، تعادل في قفله، وفي يعني المنتخب الكويتي قمض عينه شوي. يقول للمنتخب الماليزي لم يتهنى المنتخب الكويتي بهدف بدر المطوع حتى ان سجل اللاعب الماليزي هدف التعادل، هدف التعادل في الدقيقة 19.